تحدث في موضوع تربية الأبناء، إذا رح نرجع لهذا الموضوع وبالتفصيل أكثر. رح تكون معنا أكيد ضيفتنا صباح الدليمي لحتى نتحدث بهذه التفاصيل أكثر. يسعد صباحك ست صباح. صباح الخير، طبعا أحلى صباح اليوم ويا قناة دجلة اللي دائما تستضيف الإعلام وفي البرامج اللي دائما يحث المجتمع عليها إن شاء الله. نعم، أهلا وسهلا بيك ست صباح. يعني اليوم بدنا نحكي عن موضوع الأبناء وتربية الأبناء. نعم. إحنا اليوم بوقت يمكن التربية أصبحت أصعب من السابق، فلو بالبداية نسوي مقارنة سريعة ما بين التربية بالسابق والحاضر، شنو اختلفت وشنو الأسس اللي اعتمدت عليها؟ حقيقة دائما هذا موضوعي في أكثر الأوقات الأسرة. الأسرة أيضا تتكون الأم والأب. إحنا دائما كنا قبل نحكي نقول الأب هو خيمة البيت والأم هي أساس البيت، ولكن التربية اختلفت من خلال تكنولوجيا الحاضر اللي إحنا عايشين به. وقتنا غير وقت أول، وإحنا حالياً البي تربية صعبة جداً حالياً. نعم. للعائلة. نعم. صباح، هل في نمط معين لازم إحنا نمشي عليه لحتى نمارسه بتربية أبنائنا في وقتنا الحالي؟ هلا بما إنك ذكرتي إنه في اختلافات بشكل عام، يعني بجو العائلة كامل ما بين السابق والآن، فما هي الأنماط الرئيسية لازم إحنا نمشي عليها؟ حقيقة بالنسبة للأطفال العائلة، الولد أو البنت نفس التربية. مفروض الأم تبدي بتربية الأطفال من عمر مبكر، مو بعد ما يكبر الطفل أو البنية أو الولد تقول يا ريت ربيته من كان عمره 4 أو 5 أو 6. الطفل شو وقت يبدي يتفتح للحياة أو يسمع؟ من عمر 6. يعني تبدي الروضة وبعدين تبدي الابتدائية. صح. نعم. نعم. طيب اليوم يعني حضرتك كناشطة اجتماعية، شنو النشاطات اللي قمتوا بها أو الندوات أو غيرها من الأمور اللي ممكن تساعد بموضوع التربية وتوعي الأهل أكثر، وشنو أبرز النقاط اللي اعتمدتوا عليها؟ حقيقة أنا دائما أحث الأمهات من خلال السوشيال ميديا، أكثر شيء سناب. أول شيء الأم مو كل شيء الطفل إذا طلبه مباشر تلبي له، هاي أول شيء أساسيات التربية. يجوز اليوم أنت عندك تشترين لابنك، مرة ثانية ما عندك، لازم نربي الأطفال على الحياة اللي احنا عايشيها، تبدي مرحلة مرحلة على مدى الحياة تمشي بالنسبة للطفل، مو من يكبر يطلب مثل ما كان صغير. يجوز انت ظرفك ما يسمح تشتري له مثل ما كنتي كان صغير الطفل. نعم. يعني هاي ممكن نقطة، خلينا نقول بما يخص التعامل ويا الطفل على المشتريات، لا أنا أقصد على صعيد التربية. التربية. يعني على الأسس. نعم. على القيم. على. نعم. هذه الأمور. نعم. أولاً التربية الطفل تبدين باحترام الكبير الطفل، تعلميه أنت كأم، تعلميه على الإنسانية، تعلميه على الرحمة، تعلميه على احترام الناس، هذا الأساس بتربية الأم قصدي. فالطفل لازم أنت تربيه على أساس نمط واحد يبدي أساسه من هو صغير. أهم شيء الاحترام، احترام الكبير، احترام المدرسة. ليش إحنا دائما نقول التربية والتعليم؟ التربية تبدي للأهل والتعليم للمدرسة. نعم. جميل. طب إذا بدنا نتحدث ست صباح عن دور الأب، يعني في دائما هيك جدل حول إنه الأب لازم يكون منخرط بتربية أبنائه، أو ممكن في آباء كتير بحسوا إنه لا التربية هي يعني بتقتصر على الأم، فبرأيك أنت هل أفضل انخراط الأب في تربية الأبناء؟ شوفي حقيقة مرات أكو أب يخرب العائلة وأكو أب ينجح العائلة. شلون؟ مرات إذا أنت عندك 4 أطفال، مرات الأب عنده 3 ولد وبنية، أكثر شيء ينطي كل ثقلة أو كل حبة للبنية، يترك الأولاد. ليش أنا أقول لك مرات الأب هو اللي يخرب العائلة ومرات الأب هو يرفع العائلة؟ المفروض التربية تكون متساوية بين البنات وبين الولد. مثل أكو أب متسلط عنده عنف للعائلة، يؤذي الولد ويترك البنية. هذا قصة كلامي بالنسبة للأب. الأب أنواع، مثل ما حضرتك كلمتي، أكو متسلط، أكو متساهل، أكو متجاهل، حسب تربية الأبناء من الزور. أنا قلت لك قبل شوي. نعم. طيب ست صباح، حكينا عن أبرز التغيرات السيكولوجية اللي تكون الأطفال لما ينتقلون مثلا من مرحلة الطفولة إلى أنهم يبدون يعون شوية. نعم.
أول شيء الطفل لما يبدي مرحلة الابتدائية، وبعدين احنا نقول الروضة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، كل مرحلة لها نمط تربية. المفروض الطفل لما هو بالابتدائية تربيته شكل، ومن يبدي بالمتوسطة شكل، ويبدي الإعدادية، ويبدي الكلية. لازم كل سنة انت تكونين وياه تربية شكل. الأساس يبدي من قلتلش من هو صغير لحد ما يبدي بالجامعة. زين التغيرات اللي تكون عليه؟ طبعا أكيد. إذا هو من هو صغير مدلل، يجوز من يكبر أبوه يتغير وياه، لأن كبر ما يصير الدلال اللي كان الأول لحد ما يكبر، لأن الطفل يبدي يكون شخصيته لحد ما يكبر، قلتلش الإعدادية والمتوسطة والجامعة. جميل. طيب كيف من ربي طفل خلينا نحكي نفسيته سليمة وشخصيته صحيحة ومستقيمة؟ أكيد لأنه مثل ما حكينا أنه زمان يمكن كانوا الأباء متسلطين أكثر من الآن. هلا التربية الحديثة شوي بتعلمنا أنه لازم شوي نكون متساهلين مع الأطفال، نعطيهم مساحة أكبر ليعبروا عن رأيهم ونشوف شو رغباتهم وهم يختاروا طريقهم بالحياة. فهل يعني بدنا نعطيهم هاي المساحة بس بنفس الوقت ما نسيطر عليهم بشكل كتير كبير، فكيف بنكون إحنا متوازنين بهذا الشأن؟ حقيقة إحنا من ربينا، يعني أنا مثل ربيت بنتي غير هسة، ما نقدر نربيهم مثل ما ربيناهم. أبونا كان يخاف علينا باب الحوش يطلع، هسة التكنولوجيا، الحياة تغيرت، الثقافة تغيرت بالنسبة للبنات أو الشباب، ولكن ما أنطي حرية كاملة ولا أضغط عليهم حسب الحياة اللي إحنا حالياً عايشيها. إحنا بحياة في وقت التكنولوجيا ما تقدرين تمنعين الطفل أو الشاب من التليفون أو البنية من التليفون. إحنا وقت غير وقتنا السابق. نعم. طيب اليوم شلون نراعي هاي الفروقات؟ يعني أنت ذكرتي إنه إحنا اليوم نعيش بوضع غير الوضع السابق، هذه الفروقات ما بين الأمس واليوم شلون نراعيها بموضوع التربية؟ التربية تراعيها حسب وقتنا إحنا البي. أول شيء الطفل قلت ليش تتكون شخصيته من هو صغير لحد هسه. احنا الراعي حسب الظروف، حسب مجتمعنا اللي احنا عايشين به، ما تقدرين تمنعين البنيه. طيب خلينا نفصل الحالات اكثر، خلينا نقول طفل عدواني مثلا. عدواني، ليش عدواني؟ اساليني ليش يصير الطفل عدواني؟ لان التربيه غلط. شنو الاساس الغلط؟ الاساس غلط. احتمال الوالد يعلمه يقول له اللي ضربك اضربه، حاجتك لا تنطيها لأحد. الطفل يصير عدواني. إذا صديقة بالمدرسة طلب منه شغلة يتذكر أبوه علمه قال له اللي ضربك وضربه، فيصير عدواني. إذا اللي ضربه ما يرجع هو يضربه، هذا راح نبدي طفل ضعيف الشخصية. لا، أو طفل ما يدافع. لا لا غلط، يدافع. شلون؟ ولكن مو كل شيء أبوه يقول له أضرب. لا وإحنا نتحدث بالحالة اللي مثلاً طفل اجى واحد اعتدى عليه، طبعا هو لا هاي واحد هاي اذا اعتدى عليه. بس اذا طفل طلب من طفل ثاني بالمدرسه ابوه يقول له ابد لا تنطي. انا رحت احد المدارس، طفل عراقي واحد يعني من البلد، كل ما يقول له مثلا انطيني شويه ذاك يضربه يضرب بي. لا احنا نتحدث عن الحاله التحديدا اللي حضرتك ذكرتيها، انه اللي يضربك يضربه، لازم اللي يضربك يضربه حتى نكون احنا شخصيه. انت حتسوي عدواني جدا الطفل. عدواني ولا ضعيف شخصيه وينك حقه؟ والله أنا بالنسبة لي ما أعلم الطفل دائماً أذية الناس أو أذية المدرسة، مو هي شخصيته تتغير إذا دائماً يضرب اللي يضربه. طب كيف نوازن هون بهاي الحالة؟ إنه لا يكون طفل عدواني ولا يكون طفل مسالم زيادة عن اللزوم، لأنه كمان إحنا بنعرف صار في حالات تنمر كتير كبيرة بالمدارس. كمان ما بدنا يتعرض للتنمر. صحيح. شوفي إحنا طفلنا لما يروح للمدرسة أكيد نعلمه، نقول إذا واحد ضربك دافع عن نفسك، بس مو معناه عن أي خطأ يضربه. صح كلامك. نعم. إذا أشوف كلامك 100% يضربك أضربه، إذا واحد أخذ حاجته لازم يأخذها يرجعها. هذا قصدي. زين خلنا نتحدث بطريقة علمية شلون نتعامل ويا الطفل الخجول. الطفل الخجول، نعم. طبعا هاي الحالة صارت وياي بنية عمرها 12 سنة. أمها تقول يعني ما تقدر تشيل راسها من هي صغيرة، ظلت مدنجة. أمها بدأت تتكون شخصيتها، تصادق لها بنات بالبيت بدأوا يعلموها شون تبني شخصيتها، لأن من هي صغيرة أبوها توفى، فمن كثر حزنها على أبوها ظلت مدنجة راسها، فما عدا حتى شخصية، ما تقدر تحشوي الناس. بعدين شوية شوية بالممارسة بدأت ما شاء الله
ساعة عمرها 16 سنة. كيف طيب مثلاً للأهل اللي عم بيسمعونا وعندهم أطفال خجولين أو يمكن ما عندهم الجرأة أنهم يتحدثوا مع ناس أنهم يطالبوا بحقوقهم، كيف إحنا كأهل نتصرف معهم لحتى نقويها؟ يعني خلينا نحكي قبل ما نلجأ لأصحاب الخبرة يعني. نعم. والله حقيقة هاي يكون من مهام الأم. الأم تحاول تكون شخصية لبنية، يعني أكو بنات دائما خجولات، يستحون من الناس، تستحي من المعاملة، تستحي تطلع ويا صديقاتها، حتى إذا سفرة ما تقدر تطلع ويا صديقاتها، لأنه ما عدا فد شخصية تكونت من هي صغيرة، شخصية تتكون من خلال الأم. نعم. إحنا بالعكس نسمع دائما الرك على الأب في تكوين شخصية البنية تحديدا، يعني البنية دائما أقرب لأبوها. والله مو شرط، مو دائما. يعني أنا أحكي لك يمكن حسب الأسس اللي درسناها وتعلمناها بما يخص الجانب النفسي سايكولوجي للبنية وللأطفال بشكل عام، نشوف الأب هو اللي يكون شخصية البنية مو الأم. شوفي مرات الأب يكون محايد للبنية، دائما الأب يفزع للبنية، يقولون تربية أبوها، مرات ما يقولون تربية الأم، تربية الأب. يعني أنا رشا بنتي ما تقدر لحد عمر 12 سنة تستحي بابا على الناس، خجولة جدا، بس من كثر ما تشوفني وشون أتعامل وشون أطلع وشون أدرس وشون اشتغلت ما شاء الله. هسه يعني هي بأميركا ومدربة كوتش، وانتو استضافتوها قبل مدة، بس هي سافرت وما شاء الله عليها وتشتغل بأكبر شركة كوزمو في ميامي ما شاء الله عليها. يعني يمكن لازم الأهل يكون عندهم شوية وعي لحتى يعرفوا كيف يتصرفوا مع أولادهم. وفي مشكلة كمان يمكن دائما الأهل بتجاهلوا المشاكل اللي بيشوفوها عند أولادهم، يعني الناس بيكونوا شايفين إنه طفلها مثلا عنيف أو خجول زيادة عن اللزوم أو عنده أي نوع من المشاكل، ولكن الأهل بدل ما يحلوا هاي المشكلة بيتجاهلوها، إنه لا أنا طفلي سليم وما عنده أي مشاكل. كيف لازم إحنا ننتبه على تصرفات أطفالنا؟ شو في مؤشرات بتدل على إنه ممكن هذا الطفل بحاجة لمساعدة معينة أو بحاجة لتقوية جانب معين بحياته؟ حقيقة قبل أسبوع اتصلت بي ست ابنها تكتك، يعني متمت بالحكي. ليش متمت؟ قلت لي أكو دكتور تقدرين يمتمت من كثر ما أبوه أي كلمة يصرخ عليه، أي كلمة يصرخ عليه. فالطفل لازم الأم دائما تتابعة كتابته، دروسه، من يجي من المدرسة، هاي أساس التربية. مو الأم أول ما يجي الولد روح للشغالة، شلون تعرفين ابنك شنو تصرفاته أو البنية؟ نعم أكيد. ست صباح شكرا لك، نورتينا، وإن شاء الله اللي سمعنا اليوم يكون استفاد من معلوماتنا. شكرا جزيلا. شكرا. حقيقة يعجز الشكر لكم كقناة دجلة، دائما قناة دجلة منورة بعمان وكل الإعلاميين، وفي أي مناسبة تكون حاضرة حقيقة. ورسالة لكل أم، لا كل شيء الولد أو البنية إذا طلبته تنطين، يجوز اليوم عندك بعد سنين ما نعرف الظروف. فألف شكر لكم وحضرتك وحضرتك والقناتكم اللي مشرفة. أهلا وسهلا فيك. شكرا.